من وقر أو من فقد وقر مولاه مع فضيلة الشيخ عميد المدرسة الطاروطية الذي له في نفوسنا وفي قلوبنا مكانة وكيف لا وهو من أهل القرآن فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. Yeah.
وجعلكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم الذين كفروا ليذبحوك
من ساعتها نقول اللهم ارزقهم جميع دول ويمكون ويمكون صدق الله العظيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما إن الذين
صدق الله العظيم. Thank you.
واعلموا أنما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين Yeah.
وما ولا حملت بشرب الماء من ظمأين إلا رأيت خيال منك في الكاس وإذا هممت إلى المسير جئتكما سعيا على الوجه أو مشيا على غاف ما لي وللناس يدعونني سفها ديني لنفسي ودين الناس لناسي. أيها الإخوة الكرام، أيها المعزين الأكارم، استمعنا إلى عميد المدرسة الفاروقية ما بين جواب وقرار طاف بنا بين مرود وأزهار. استمعنا إلى القارئ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي ذلك العلم القرآني والقارئ الإذاعي والمحق الدولي في المسابقات القرآنية العالمية ومؤسس معهد الطاروق لإعداد القراء والمفتهلي. أيها الأحباب، علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نوقر أهل القرآن، فقال جل في علاه: أهل القرآن هم أهلي، جعلتهم في الدنيا إكراما لأهلها، فلولا القرآن المقنع في صدورهم والمحل
الخوف في قلوبهم لهلك في الدنيا ومن عليها. يا محمد حملة القرآن لا يعذبون ولا يحاسبون. يا محمد حمل القرآن زمان تبكي عليه أرضي وسماواتي وملائكتي. يا محمد اعلم بأن الجنة مشتاقة لتالي للقرآن وحافظ للسان ومطعم للجيعان والصائمين في شهر رمضان. أيها الأحبة الكرام نستمع إلى شيخ نعرف قدره جيدا فضيلة الشيخ رمضان خفاجة.